بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين. سعداء بأن نلتقي في أجواء هذا الشهر الكريم رمضان في رحاب برنامج خصال الخير في 10 حلقات مختارات من درر الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله. التؤدة صبر ورفق وطول نفس وتحمل للأذى، أولئك الذين يحبهم الله ويحبونه، قوم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كيف تكون رحمة على المسلمين وصاعقة على الكافرين والمنافقين؟ صبر ومصابرة، كف عن الحرام ومثابرة على الطاعات، أنات وحلم يحبهم الله تعالى، وكل بناء عجل يوشك أن ينهار، فلا بد من ردع العجلة التي جبل عليها الإنسان، ولا بد لمن يريد تجديد الإسلام أن يخترع نظاما إسلاميا وسمتا إسلاميا في كل الميادين، ولا بد لمن يريد تجديد الإسلام أن يربي جيلا طاهرا قويا، يربي أجيالا من بعده قوية، وكل هذا لا يتم مع العجلة، بل يطلب مثابرة وصبرا طويلين. إن التؤدة معناها في حق الفرد أخلاق تملك النفس، والصبر والمصابرة والمثابرة، وهي أخلاق تعوزنا تماما. أما في حق الجماعة والأمة فالتؤدة هي البناء المكين على أسس ثابتة معروفة، وعلى وعي بالمبادئ والأهداف والمقاصد والغايات. قال حبيب الله صلى الله عليه وسلم: أحب الدين ما داوم عليه صاحبه. ومن التؤدة امتلاك اللسان، وهو أخف الجوارح حركة، وكفه برهان على قدرة المؤمن على امتلاك زمام نفسه، فلا يصدر منها عمل أهوج، إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولا يحب الفحش ولا التفحش. ومن التؤدة الصبر والرفق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وفي رواية: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.